السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا هذا مجموعة الرئيس السابق محمد عبد العزيز ومناضلينه، ولا لنا شاحد روسنا ولا بيننا شي محل يا طير مولي. طالبين العدل وطالبين العدالة اللي ندوروا منها لها العدل، وشي مضبوط ما ندوروا شوفوا غذاك، ولا ندوروا شي على الرشوة ولا شي للكلى، ندوروا لها العدالة. فأولادنا المحكومين ظلما وعدوانا، ما هو علاش المحكومين عليه ما وضحنا ولا ريناه ولا شفناه، دارا عند الله تبارك وتعالى ان شاء الله يفك اسرهم كاملين ويجمعنا بهم في نهار مبارك. سمعتوا طالبين مولي من الدول المجاورة تتدخل، وطالبين من المنظمات هذا الهيئات الخيرية دورهم يدخلوا، ويدخلوا المنظمات الدولية وذا كامل دورهم كاملين يجتمعوا ويتوسطونا في الرواية يحلوا لنا أزمتها إن شاء الله. وهذا هو اللي ندوره، ما أنا دايرين شي خاسر ولا أنا معدلين شي خاسر ولا أنا قايلين لحد شي خاسر ولا أنا داعين لحد ولا سامين. ندوروا لا العدل وندوروا لا العدالة وندوروا لا رفع الظلم إن شاء الله عنا والمسلمين إن شاء الله. هذا هو اللي ندوره. وانتم كاملين المجموعة موصينا للاتحاد والترابط بيناتنا إلى يوم الزرق واسم الرباط، رانا كاملين متوجهين للرباط. لا ولا فيها شيء حق حزب الرباط، لا هو متوجهين له كاملين. ودوركم تتحدوا عليه ودوركم تعرفوا انه هو اللي عندكم من حل المشاكل ذاك الرباط. وفين والسلام عليكم ورحمة الله والكثار انا من المنفق. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهلا وسهلا بالجماعة، أنتم السلام عليكم. نحن هذه مجموعة من أنصار القائد محمد عبد العزيز، وجايين من أجل رفع الظلم عن القائد محمد عبد العزيز وعن الجماعة اللي معاه كاملها، لأننا نحتسب عليك الجماعة اللي معاه كاملها على أنها جماعتنا، لأن اللي كاملين الأولاد موريتان ومعزولين من عزلة 100 راجل، من عزلة منها 11 رقاش، ورافعين دور يرتفع ظلي وعن القائد محمد عبد العزيز وعن محمد ديدي وعن جماعتهم كاملين اللي معاهم. وجايين نحنا في هذه العلايات رانا نمثل قد كذا من امرأة راهي في التحويش، وشي ثاني راهو في الديار، وشي ثاني راهو في المبارات، وشي ثاني راهو في القصر. بين اللي نحنا في امات واخوات، وبين اللي مناضلات الوفيات، وبين اللي هذا نعطي فيها اعمارنا ونعطي فيه نعطي فيه جهودنا. بين ما قطرينا ما هو القائد محمد عبد العزيز، وموريتانا هم اللي عاقب ذات ما قطرات ما هو القائد محمد عبد العزيز. هذا ما فيكم حد ما يعرفه، راهو راهو صحاحيف وراهو العمي وراهو يمة المساجد وراهو اهل المحاضر وراهو عالم مولانا اللي راهو اهل الخطوطة اللي خطوطتهم يشاهدوا، لا راهو القائد محمد عبد العزيز، لا راه الشعب الضعيف وراه القوي. والظلم ما انا قابلينه، وندوروا رفع الظلم عن القائد محمد عبد العزيز. وارفضكم ام اللي اعلان الخارجة لا رفع الظلم بين اللي دايرين عند الله تبارك وتعالى ومتضرعين له، ولا فينا مولا هنا قعدوا ولا نرصاب ولا يرصى قاع مسلم مولانا. فيه الدين، فيه الدين ما دام محمد عبد العزيز موقف، وبيه اللي بلا موش بيشرجع، وبيه اللي بلا موش بيعدل الحبس الانفرادي، وبيه اللي بلا موش بتنقال له بار احمر وجهك، وبيه اللي ما يستحق على موريتان ما هو التكريم. ودور رسول امه للتكريم ورفع عن الظلم التام عن القائد محمد عبد العزيز. وهذا نعطوا فيه نفدوا فيها انفاسنا، نفدوا فيها انفاسنا. ورانا لكم نمثلوا الكوريات ونمثلوا البيضانيات ونمثلوا جميع شرايح موريتان. وراني طالبه من هذا المنبر جميع من يقول لا
الله محمد ورسول الله يوقفوا معانا في هذه الهزمه اللي عندنا. ورانا لكم، رانا لكم هذه قضيه ما ترينا نرقد ولا ترينا نهنا ولا نرصى. ما ارتفع ظل عن قائد محمد عبد العزيز. يا السيد الرئيس محمد قزواني عدنا معاك وزرقنا لك وأجدناك ولا بقشي مع الدنة لك ولبينا خلال القائد محمد عبد العزيز. أنت ما قطعت من أهل السياسة ولا قطعت من أهل الأحزاب ولا قطعت رئيس سابق وهو مملك. نحن جابنا لك جاب الكافور النافع وجاب محمد ذات الرسول ما هو القائد محمد عبد العزيز. ارفع عنا الظلم، 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 ارفع عنا الظلم. السلام عليكم.